أهلا بكم. قال صحيفة الاندبندنت البريطانية أن أكبر تهديد للاستقرار في العراق هو الخلاف المتنامي بين أمريكا وإيران، وهو ليس خلافا بقدر ما هو مواجهة سياسية واقتصادية قد تصل إلى الصدام العسكري، والعراق الجديد مرشح ليكون إحدى ساحات هذا الصراع. وتشير اندبندنت إلى أن حكومة العبادي تظهر وكأنها وكيلة لإيران ويتلاعب بها قاسم سليماني، وتعتمد على الميليشيات ومنها ميليشيا الحشد التي لا تخفي الكثير من فصائلها ارتباطها بمرشد إيران علي خامنئي، وهو ما تجلى واضحا في انخراطها في حرب سوريا وإعلانها الاستعداد إلى التوجه إلى اليمن للقتال إلى جانب ميليشيا الحوثي. إيران وتحويل العراق إلى ساحة لصراعاتها في المنطقة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي الوقائع والدلائل على أن إيران حولت العراق الجديد إلى منصة وساحة لصراعاتها الإقليمية والدولية؟ وما هي المصلحة المرتجات من ربط قوى الحكم الطائفية العراق بدولة معزولة ومنبوذة مثل إيران؟ ولماذا لا ينظر إلى العلاقة المتميزة بين إيران والعراق الجديد على أنها تحالف استراتيجي مبني على المصالح المشتركة للبلدين وليس علاقة ذيلية؟ وما العيب في أن يرد العراق الجديد الجميل لإيران باعتبارها أول دولة إقليمية اعترفت به وقدمت له الدعم الكامل؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، وليد الزبيدي. تعد إيران اللاعب الإقليمي الأكثر استفادة من غزو أمريكا العراق عام 2003 وإزاحة أحد أبرز خصومها من السلطة ودعم وصول حكومة شيعية إلى السلطة لأول مرة بتاريخ العراق الحديث، ومحاربة المقاومة الوطنية لهذا الغزو والعمل على صناعة تنظيمات شيعية مسلحة مرتبطة بها. وسعت إيران لاحقاً من نفوذها بما يتجاوز التشكيلات التابعة لها بالعراق، وهي تقوم بشكل مريح بخطوات عسكرية في عدد من الدول العربية مثل اليمن وسوريا ولبنان. تحول العراق الجديد إلى ساحة لحرب إقليمية طاحنة تجري بالوكالة على أرضه المستباحة من الكثير من القوى الإقليمية والدولية. فالعراق بالنسبة لإيران يمثل عمقاً استراتيجياً ومنطقة عازلة بوجه الدول العربية التي تنظر بريبة وتوجس للطموحات الإيرانية المتزايدة في الهيمنة والتوسع. أنفقت إيران الأموال الطائلة على مختلف التنظيمات التابعة لها، حيث تمكنت بعد فترة وجيزة من الغزو الأمريكي من بناء علاقات مع شبكة واسعة من الميليشيات وفرق الموت الخاصة. وقد قدر سفير أمريكا السابق بالعراق كريستوفر هيل الدعم المالي الإيراني لهذه الميليشيات ما بين 100 إلى 200 مليون دولار سنوياً. كما ساعدت إيران على إطالة أعمال العنف المسلحة في العراق، حيث قام الحرس الثوري الإيراني بتمويل وتدريب العديد من الميليشيات الشيعية التي كانت تستهدف المناطق السنية وحواضن المقاومة. ووفرت إيران الصواريخ والمتفجرات والأسلحة، بل إنها نقلت هذه العناصر إلى إيران من أجل التدريب على عمليات التفجير. كما ساعدت أمريكا الفصائل الشيعية على تأمين صفقة وصول المالكي إلى رئاسة الوزراء عام 2006، لكن بعد إمساكه بالسلطة بات يعتمد بشكل متزايد على إيران. سمح المالكي لاحقاً بطلب إيراني بمرور الطائرات الإيرانية فوق العراق لنقل السلاح والرجال لدعم نظام الأسد في سوريا بعد الانتفاضة الشعبية ضده عام 2011، وسمح كذلك بمرور آلاف عناصر الميليشيات وفرق الموت إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد. لولا وجود أشخاص مثل العميد تقوي قتل في مدينة سامراء في المعارك مع تنظيم الدولة ينزفون الدم في سمراء، لكان هناك نزيف للدم داخل إيران نفسها. هذا ما قاله علي شمخاني رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أثناء تشييع تقوي. إيران التي تملك الكثير من الأوراق التي تسمح لها بالاحتفاظ بنفوذها في العراق لن تتردد في توظيفها في الصراع مع خصومها الإقليميين أو الدوليين، سواء داخل العراق أو في مناطق أخرى، حتى لو تطلب ذلك الانخراط في دور عسكري بحرب أهلية لا تظهر نهايتها في الأفق.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في تحويل إيران العراق الجديد إلى منصة وساحة لصراعاتها الإقليمية والدولية. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ وليد الزبيدي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور أنتم دائمو التشكيك واتهام العلاقة المتميزة بين العراق الجديد وإيران بأنها علاقة التابع والمتبوع، علاقة الملحق والملحق به والعلاقة الذيلية. لماذا لا تكون هذه العلاقة المتميزة علاقة الند للند بين دولتين بينهم الكثير من الروابط والوشائج والمصالح المشتركة تاريخيا، علاقة جغرافية، علاقة الدين وما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بداية على مدى التاريخ لم تكن إيران في يوم من الأيام في حقبة من حقب التاريخ كانت حملا وديعا أو كانت تروم العلاقة الطيبة مع العراق ومع عموم الجار العربي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، وكل صفحات التاريخ تدلل عليها. لا. من زمن الفتح الإسلامي لغاية يومنا هذا كانت إيران، وقبل ذلك طبعا، وما جاء الفتح الإسلامي إلا ليقمع هذه النزوات وهذه التطلعات الخبيثة الإيرانية. وبعدها عاودت إيران مرة أخرى تصرفاتها عبر كل العصور، والتاريخ شاهد على ذلك. النقطة الثانية أن العلاقة متميزة بين العراق الجديد وإيران، هذه نقطة لا نختلف عليها. نعم، كيف؟ علاقة متميزة. نعم. علاقة متميزة في التبعية الحقيقة. عندما تكون القيادات التي تحكم العراق بولائها بفكرها بتوجهاتها بتطلعاتها ترسم كل المصالح وتهيئ كل الساحات لخدمة إيران وليس لخدمة العراق، فبالتالي هذه القيادات الموجودة كلها لحكم العراق هي قيادات إيرانية وتابعة لإيران وتديرها إيران وليس لها علاقة بالعراق والعراقيين. هذه القيادات دكتور تحدث عنها كانت معارضة 40 سنة إيران ترعاها وتقدم لها الدعم والإسناد حتى وصلت إلى الحكم. نعم. وبالتالي نعم، يعني شيء منطقي أن تعاملها بهذه السياسة الإيرانية لإيران، للنظام الإيراني، سواء بحكم الحكم الحالي أو حكم الشاه أو حكم قبله، كانت لديهم مطامع في العراق. ودائما عبر التاريخ كلما ضعف العراق كلما تمددت إيران، وإيران كانت تسعى طوال التاريخ إلى ضعف العراق. وكل معاهدات الحدود التي جرت بين العراق وإيران كانت إيران طرف يكسب على حساب العراق، وضغوطات كبيرة وكثيرة هي النقاط. وحتى في قضية اتفاق الجزائر 75 كانت إيران قد كسبت، يعني من خلال الضغط، من خلال استخدام الورقة الكردية في العراق، مما اضطر العراق إلى الموافقة على شروط ربما البعض اعتبرها تعسفية جدا في ذلك الوقت، لكن هذا واقع الحال. إيران كانت دائما تحاول أن تجعل من بعض العراقيين كماشة للنار. هذه القوى التي رعتها كمعارضة هي قوى دربتها للنيل من العراق والنيل من العراقيين، بدليل أن كل هذه القوى عندما وعلى رأسها بدر وغيرها عندما تحركت مع الاحتلال تحركت لضرب كل الأسس القوية في العراق، استهدفت العلماء، استهدفت العقول، استهدفت الطيارين، استهدفت قادة جيش، هكذا استهدفت أساتذة الجامعات، وبالتالي سيطرت على المراكز المهمة في البلد، مكنت الميليشيات من التحكم البلد. هذه كلها إيران. اقتصاد العراقي مرهون لإيران 100%. الآن العراق لا يزرع ولا يصنع، ومن يصنع له ومن يزرع إيران معتبر تسوق لتصريف كل منتجاتها. وبالتالي إيران ميزان التبادل التجاري تتحدث الحكومة عن 12 مليار إلى 13 مليار، والرقم أكبر من هذا لصالح إيران. لصالح إيران، ماذا نصدر نحن لإيران؟ ليس لدينا. نعم. يعني تبادل تجاري، نعم، هو لصالح إيران. هذا كله، كل البضائع الإيرانية تدخل إلى العراق وكلها بضائع سيئة، فبالتالي العراق سوقا اقتصادية وسوقا سياسية تابعة لإيران. وهذا لا يعني
أن إيران هي قد دخلت بقوتها، لا، هي دخلت تحت مظلة الشيطان الأكبر. سنتحدث ربما عن الظروف التي جعلت من الذين يعادون التحول السياسي في العراق يتهمون أن هذه العلاقة ذيلية وليست علاقة الند للند. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، دكتور رافع الفلاح استعرض تاريخيا طبيعة وشكل العلاقة، شكل وعلاقة إيران بالعراق، وعلى مدى حقب التاريخ كانت إيران متربصة بمراحل الضعف للعراق للانقضاض والتوسع على حسابه بجميع الاتجاهات. يعني ما هي الدلائل والوقائع على أنه العراق الآن ذيل وملحق بالعراق، وأنه هذه العلاقة لا تقوم على الندية بين دولتين جارين؟ الحقيقة في هناك الكثير من الروابط والوشائج التاريخية ودينية وجغرافية وجيرة وما إلى ذلك بين هذين البلدين. لماذا هذا الاتهام أو النظرة بريبة أو شك لهذه العلاقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع. هذا الكلام هو لا يأتي من منافسين لهذه الحكومة على مناصبها وعلى كراسي، وهذه نقطة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. هذا الكلام لا يصدر من القوى المناهضة للاحتلال فقط، وإنما يصدر من جهات عديدة. من الذي يقول هذا الكلام الذي ذكرته وجاء في المقدمة؟ أولا حديث الشعب العراقي، بل يكاد الآن يجمع الشعب العراقي على تشخيص هذه الحقيقة، وبات الشعب العراقي اليوم يعلنها غير خجل ولا خائف. بل هذا الكلام هو جاء على لسان تصريحات من داخل هذه العملية السياسية العراقية، حينما يقولون بهذه التبعية ويتحدثون عن وقائع باشتراط الموافقة الإيرانية على بيع وتعيين المناصب في العراق داخل العملية السياسية، كما جاء على لسان وزير النقل السابق عامر عبد الجبار مثلا. نعم. كثير حقيقة، وأنا لا أريد أنه أستطرد في ذكر الأمثلة حتى لا ربما يقال أو يكون كترويج لهؤلاء، لأن الجميع مشتركون. حتى لأنه بالمناسبة نحن ربما أحيانا نستشهد بهذه التصريحات، هم يقولونها في إطار الصراع أيضا فيما بينهم، وليس في إطار محبتهم للعراق أو محاولة تخليص العراق من هذه التبعية. وجاءت هذه التبعية أو التدليل على هذه التبعية على لسان تصريحات الساسة الإيرانيين. الدلائل والشواهد أكثر من أن تحصى. أما قضية العلاقة المشتركة والتبادلية والند، يعني كيف تكون إذا كان لم يكن هنالك تعامل ندي أو مصالح مشتركة؟ بل القائم، العلاقة القائمة الآن بين العراق كدولة وبين إيران هي ليست علاقة مشتركة وتبادلية كما ذكر الدكتور قبل قليل. يعني حجم التبادل التجاري تجاوز 14 مليار دولار المعلن لصالح إيران. الصادرات إلى العراق، العراق يستورد الآن، العراق سوق للتجارة وللمنتجات الإيرانية. هذا على نطاق الجانب الاقتصادي. نعم. طيب الجانب السياسي، ماذا يحصل في العراق؟ الذي يحصل الآن كقضية مشتركة أن الإيران تدعم ساسة العملية السياسية، لا تدعم العراق. لا يوجد دعم من إيران للعراق، لا كشعب ولا كدولة كبلد. لكن هؤلاء الساسة منتخبون، هناك انتخابات تجري وهؤلاء يمثلون الشعب على الأقل. نعم. شكلا، وهذا الذي يعلن ويقال في الإعلام. اليوم الشعب العراقي بات لا ينخدع بمثل هذه. هذا الكلام طبعا يقال في أروقتهم الدبلوماسية وفي منصاتهم الإعلامية وفي الأروقة السياسية مع الدول الأخرى، لكن نحن الآن نتكلم عن وقائع التي باتت هذه الوقائع مناقضة تماما لكل هذه التصريحات وعلى الضد منها. الذي حصل في العراق مشروع إيراني أعلن منذ سنوات، وهو تصدير ماذا؟ تصدير الثورة الإيرانية. نعم. ومن هنا بات العراق ساحة، وبات دعم الإيراني لهؤلاء الساسة مثل ما قلت، لأنهم تدربوا وأصبحوا، فهؤلاء تكون علاقة تبادلية بين الساسة وبين إيران باعتبارهم أداة من أدوات تنفيذ مشروعهم في العراق، المشروع الذي يتخادم بينهم وبين أمريكا. وبالتالي كشعب ف
فماذا حصل؟ وبالتالي هذه العلاقة ليست علاقة ندية ولا علاقة قائمة على أساس مصالح، بل استغلال من إيران للعراق بكل الأروقة. أستاذ وليد الزبيدي في عمان، هل فعلا أن نمط العلاقة الحالي بين العراق الجديد وإيران هو نمط غريب وغير معهود في علاقات الدول بعضها ببعض الآخر، ولذلك تثار كل هذه الضجة والصخب حول هذه العلاقة والهواجس والخوف بل والتحذير منها ومن المضي بها؟ هل فعلا القضية هكذا أم أن هذا كلام والدعايات الخصوم للتحول السياسي والديمقراطي وربما حسد هذه العلاقة بين العراق الجديد وإيران؟ المفارقة التي يعني استغربها والبعض توقف عندها في تموز من عام 2003، أي بعد 3 أشهر تقريبا من الاحتلال الأمريكي للعراق، حتى ذلك الوقت كان الكثيرون من المختصين ومن الناس أيضا البسطاء مؤمنين بأن هناك عداء مطلق بين إيران وجمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة التي يوميا يشتموها ويسموها بالشيطان الأكبر. لكن ما أن تأسس مجلس الحكم في منتصف تموز 2003 حتى كان الأمر الصادم أن أول من يبارك هذا المجلس وهو منتج أمريكي منتج الشيطان الأكبر 100%، أول من بارك هي إيران، وهذا كان يعني أمر صادم. ولكن بالنسبة لل يعني المسؤولين في إيران لم يخجلوا من ذلك. لماذا لم يخجلوا؟ رغم أنه يعني أمر فاقع تماما بين طروحاتهم وأعلامهم وسلوكياتهم الشعارية وما يحصل على الأرض، كيف تبارك إيران الإسلامية منتج الشيطان الأكبر؟ بالعودة إلى المراحل التي يجب أن نتوقف. اسمح لي أقاطعك، ألا يعتبر هذا الموقف، ألا يمكن لهذا الموقف أن يكون متفهما أن الولايات المتحدة الأمريكية أزالت الخصم الأشرس والجدار الكبير أمام إيران وطموحاتها في تصدير الثورة والتوسع، ولذلك لا غضاضة من مباركة هذا المنتج حتى وإن جاء من الشيطان الأكبر؟ هذه فرصة تاريخية يعني تنتظر طويلا وقد تطير ولا تتكرر. واقعا أنا أتحدث عن صدمة الكثيرين من السلوك الغريب، ولكن على أرض الواقع يجب أن نقسم الشغل الإيراني في العراق إلى 3 مراحل حتى يعني نرى يعني لماذا كان هذا الموقف الغريب والشاذ والمتناقض جدا. فبالعودة إلى الخطوات التي ظهرت بعد الاحتلال، تبين أن الإيرانيين بدأوا يعملوا على هذا الطريق تقريبا قبل 2 سنين من الغزو الأمريكي للعراق في آذار 2003، وهذا العمل تكرس بأمرين. الأمر الأول دعم ما يسمى بالمعارضة التي حكمت، وخاصة ما جرى في مؤتمر لندن أواخر عام 2002 قبل الغزو بأشهر، وقبل ذلك كان هناك تنسيق أمني وعسكري عالي جدا. وبالمناسبة هذا ليس اتهام، الدكتور أحمد شلبي القيادي المعروف ذكر في إحدى مقابلاته مع غسان شربل ونشرت في كتاب عنوانه صدام مرة من هنا، يقول أنه منذ سنة قبل الحرب نمسق مع الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري ونجتمع في شمال العراق فريق عمل أمريكي ومن جماعة أحمد شلبي، وذكر اسم العقيد لا أذكره الآن، قال العقيد فلان من الاستخبارات الإيرانية وفريق عمل معه ينسق معنا. هذا أعلن من شخص واحد. إذن هناك تنسيق كامل في تلك المرحلة بين الأمريكيين والإيرانيين واستمر. هذه يعني يمكن أن نسميها منذ قبل فترة الاحتلال مرحلة التأسيس، واستمرت هذه مرحلة التأسيس من خلال تجنيد سياسيين وتوظيف سياسيين من الداخل والخارج الذين مسكوا بالحكم، سياسيين وأيضا مسؤولين
في مختلف القطاعات خاصة السياسة والاقتصاد والأمن. افترقوا المنظومة الإيرانية ولهذا قاموها حتى عام 2005. أنا أقصد بداية المشروع الإيراني. فقط أستاذن نستأذن من الأستاذ وليد الزبيدي، هناك مشكلة في الصوت الواصل من عنده من عمان، وأيضا عندنا فاصل نستثمر وقت الفاصل عسى أنه إصلاح الصوت، ما أعرف الخلل منا أو من عمان. أستاذ منك أستاذ وليد الزبيدي وأيضا من المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل الذي هو طبعا عبارة عن مقتطف لأحد زعماء الميليشيات يعلن موقفه من الحرب في اليمن، ثم نعود لإكمال النقاش ويكون عسى أن يكون الصوت قد أصلح. إذا فاصل. وأنا الآن أعلن تطوعي جندياً صغيراً يقف رهن إشارة قائدكم المغوار السيد عبد الملك الحوثي أعزه الله، فأمرني يا سيدي حيث تريد وأنا تريد فأنا رهن إشارتكم. وأعلن إن كتائب سيد الشهداء الذي هو فصيل من فصائل الولاية، هو فصيل من فصائلكم يا أنصار الله، فلا يأمن الغزاة وهم يقتلوننا في اليمن على مصالحهم بيننا بالعراق. إنما المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعلموا إن النصر صبر ساعة، وقد صبرتم وانتصرتم يا تاج المجاهدين وعزة الصلحاء والصابرين. والسلام عليكم، السلام على شهداء اليمن أنصار الله، سلام على تاريخ، سلام على تاريخ ضمكم، سلام على حروف مرت بكم سطور زاهية. السلام عليكم في كل ذلك، سلام عليكم وأنتم تصارعون الموت غصة بعد غصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في تحويل إيران العراق الجديد إلى ساحة ومنصة لصراعاتها. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والأستاذ وليد الزبيدي في عمان. دكتور، واضح أن القوى الطائفية الممسكة الآن بحكم العراق، ميليشيات، فرق موت، أحزاب طائفية، مصرة على هذا الشكل الحالي في العلاقة بين العراق الجديد وإيران، برغم كل مشاكل إيران مع المحيط، برغم مشاكلها مع المجتمع الدولي. هذا التشبث بهذه العلاقة، ما المصلحة المرتجات؟ هل من مصلحة العراق أن يستعدي الآخرين أن يدخل في صراعاتهم؟ هذه نحن نتحدث عن المصلحة الإيرانية الحقيقة، ليس المصلحة العراقية، ليس في مصلحة العراق أن يعني كلام أبو آلاء الولائي في مصلحة إيران؟ هذا الكلام نعم في مصلحة إيران، هو جزء، ويعلن أنه هو جزء من القوى الإيرانية التي تحارب في كل مكان. إيران مثل ما أمريكا حولت العراق إلى ميدان الرمي، إيران حولت العراق أيضا إلى ميدان الصراعات، إلى سد أمامي، إلى ساتر أمامي يحمي مشروعها. حولت العراق إلى ساتر أمامي، كل هذه القوى الميليشياوية الآن تدافع عن المشروع الإيراني وليس المشروع العراقي. يعني وقبل أن أمضي في هذا، أريد أن أنبه على شغلة، ربما أستاذ وليد أشار إلى أنه إيران أول من رحبت وأيدت مجلس الحكم والمشروع الأمريكي، أيضا إيران هي أول رئيس إيراني يدخل العراق وأحمد النجات، جاء تحت حماية الحراب الأمريكية ودخل تحت حماية حراب الشيطان الأكبر، وزار العراق ونزل في مطار تحمية القوات الأمريكية اللي سموها الشيطان الأكبر. أعود مرة أخرى أقول أن كل هذه القوى الميليشياوية التي جاءت بها إيران وأدخلتها للعراق وتدعمها بالسلاح والمال والتدريب والقوى وتدخل معها قوى، كل هذا الوقت الغاية منها أن تمدد يعني ساحة الصراع لتحول العراق كله إلى ساحة تدافع عن إيران، خط أمامي للصراع. الحقيقة الدكتور يعني حتى وجهة النظر الأخرى، هؤلاء الذين يقاتلون في العراق، في سوريا، في اليمن، في مناطق أخرى، حجتهم
أن هناك إرهابا عارما تسونامي في المنطقة، فيدفع هذا الإرهاب بالقتال في ساحات أخرى بعيدة عن العراق أفضل من أن يأتي فيقاتل داخل العراق؟ هذه الحجة التي يقدمونها دفعا لمن يتهمهم. هل هناك إرهاب أكثر من تدمير بلد، من تهجير بلد، تهجير شعب، سرقة أمواله، سرقة ممتلكاته، سرقة تاريخه، سرقة هوية؟ هل هناك إرهاب أكثر من هذا؟ قتل، سجن، تعذيب الناس، قتلهم، تهجيرهم، مطاردتهم، هل هناك أكثر من هذا الإرهاب؟ هذا إرهاب، يعني تفجيرات كثيرة ثبت أن إيران وراءها، بدءا من التفجير الرئيسي اللي حدث في سامراء عام 2006، واللي أثار ما أثار من خطوات كانت معدة سلفا لحرب طائفية، للانقضاض على مكون الأساسي في العراق. هذا ما حصل، وإيران كانت وراءه باعتراف أمريكي فيما بعد، قائد القوات الأمريكية هو من اعترف بهذه القضية وكان معروف هذه القضية. فبالتالي إيران غايتها أن تسلب العراق إرادته، وهذا ما حصل طوال 15 سنة. مسلوب الإرادة تحول إلى ساحة أمامية للدفاع عن المشروع الإيراني، تريد أن تبعد النيران عن المشروع الإيراني بدخول إلى العراق وتحويل العراق إلى ساتر أمامي. من يقف على هذا الساتر هم أبناء العراق، وأبناء العراق ليسوا فقط من يقاتلون هؤلاء الذين يدفعون الثمن، لكن من يتحملون، من يشربون الحشيشة الإيرانية، المخدرات الإيرانية، من يقفون في طوابير من العاطلين وإيران من تعمل، من يأكلون من القمامة والأموال العراقية تذهب إلى إيران. نعم. هذه كلها من فقدوا أراضيهم بالزراعة والأملاح، وإيران ترمي مياه مصانعها في الأنور العراقية وتقفل الأنور العراقية، هذا كله جزء من تخريب العراق، من إضعاف العراق وتحويله إلى زوايا متعددة للساحة عن هذا المشروع البائس، الصراع الإيراني ومصالحه. نعم. أستاذ وليد الزبيدي، يعني ثمة من يقول ما الضير في أن يرد العراق الجميل لإيران التي وقفت منذ البداية مع هذه التجربة الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وذكر دكتور رافع أنه نجات كان أول رئيس من رؤساء دول المنطقة يذهب إلى بغداد ويعترف بالعملية السياسية ويلتقي بحكام العراق الجديد، وإيران كانت وما زالت سخية في دعم العراق الجديد سياسيا وعسكريا وأمنيا، في حين الآخرون ناصبوا هذا التحول العداء. لماذا يراد من العراق الجديد، من القوى الحاكمة الآن، أن تكون جاحدة ناكرة لهذا الجميل؟ يعني بالتذكير بهذا الأمر، أحمد النجاد، يعني معلومتين يجب أن نذكرهم. عندما ذهب في بداية آذار 2008 إلى العراق، كانت المنطقة الخضراء التي أمضى ليلة فيها بحماية المارينز الأمريكي، وهذا الموضوع يعني توقف عند الكثير من المحللين والمراقبين، كيف يذهب زعيم دولة التي تصف أمريكا بالشيطان الأكبر ويضاف في حماية المارينز ولم يخجل من إعلان ذلك. في تلك الزيارة أيضا قال كلمة وصف المعارضين للعملية السياسية الأمريكية التي تجري في ظل الاحتلال بالفاسدين والمفسدين، أي بمعنى أنهم يصنعون حكومة وعملية سياسية تتماهى تماما مع ما تريده إيران وما تفرضه، والموجودين بالعملية السياسية جميعا وبدون استثناء موظفون لدى الحكومة الإيرانية. ولهذا الذي حصل، يعني يجب أن نتوقف على الأقل أو نعطي صورة، إيران لم تأتي للعراق أو تسيطر أو تكتب وتفرض دستور 2005 للدفاع عن طائفة تزعم أنها تدافع عنها، والدليل في ذلك أن المخابرات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لم تستثني الطيارين من الطائفة الأخرى، ولا العلماء ولا الأطباء ولا الكفاءات ولا حتى شيوخ العشائر الذين يقفون ضد مشروعها من القتل والتصفية وحتى التهجير خارج العراق. هذا واحد. اثنين، عندما يأتي رئيس وزراء من طائفة ويفترض أن تكون هذه الحكومة موجهة إيرانية لخدمة هذه الطائفة، يفترض أنه نرى مناطق تابعة لهذه الطائفة مزدهرة أو على الأقل جيدة. نعم. ولكن الكل يعرف بأن المناطق
الجنوبية ومناطق في بغداد هم يعيشون فقر أو تحت الفقر، وهناك انتهاكات كبيرة. لهذا إيران تتصرف بفوقية عالية وتسير بما تريد تحقيقه، وأدوات من ينفذ ما تريده هم العاملين في الحكومة من الجميع، دائما أقول ومن جميع الأطراف، هم يصبحوا أدوات في هذا المشروع. فإذا كان الموظف يريد أن يرد الجميل أو لا يريد، هو مرغم على أن يسير وفق ما يؤتمر به. وهذا أمر يعني أعتقد يجب أن نتوقف عنده كثيرا، حتى لا يكون هناك خلط ومحاولة البعض بحسن نية أن يروج أن إيران تدافع عن طائفة معينة في العراق. هذا الكلام مو صحيح. ونحن بعد 15 سنة ازداد الفقر والناس يعيشون معاناة خطيرة، وقبل أكثر من 4 سنوات إحدى الفضائيات بثت تقارير في مدينة النجف وكربلاء، ناس يعيشون للأسف في مكبات النفايات. هذه الجزئيات مهمة، يعني رغم أنه حضرتك أستاذ ماجد تكرر العراق الجديد وهو أعتقد يعني بين هلالين، ولكن يعني العراق الجديد هو يعني بسوء أو بخطورته أو بما يرتكب من انتهاكات وسرقة لأموال العراق تحصل على الجميع، لم يستثنى أحد من هذا. فأنا أعتقد بأن النظر إلى أنه إيران توظف هذا أو ذاك لقضية مشروع طائفي، نعم المشروع الأكبر طائفي وهي معلنة هذا، يعني إيران معلنة تماما أنها تخصص 120 مليار دولار من أملاك يعني عبر السنوات المتراكمة لهذا المشروع. هنا يأتي أهمية العراق، العراق لتنفيذ هذا المشروع بوابة كما يعلم الجميع، بوابة على كل الدول العربية، بوابة لهذا المشروع، وأيضا بوابة اقتصادية ضمن ما أعلن منذ سنة ونصف عن طريق طهران بغداد سوريا باتجاه البحر المتوسط. وهناك طبعا تفاصيل أخرى الكل يعرفها عن عمل إيران بهذا الاتجاه. نعم دكتور عبد الحميد العاني، العلاقة بين إيران والعراق متعددة المستويات، سياسية واقتصادية وما إلى ذلك، لكن هناك من يعتبر أن المفصل العسكري والأمني هو الأخطر في هذه العلاقة. العراق الآن إما ساحة للصراع أو ممر لعبور أسلحة، ميليشيات، فرق موت إلى مناطق الصراع، التي طبعا مناطق صراع إيران في المنطقة، سوريا، اليمن وما إلى ذلك. هل الطبقة حاكم الآن في العراق تعي خطورة أن يحول العراق لمنطلق ومنصة أو عبور لتأجيج صراعات أو إدامة هذه الصراعات في مناطق هي سوريا جوار للعراق؟ عملية استعداء سوريا أو الشعب السوري هل مصلحة عراقية بالنهاية؟ يعني أنا أعتقد كلمة أنه تعي، أنه هذه الطبقة السياسية تعي، بين قوسين كلمة تعي، هذه لا تليق بهذه الطبقة، لأنه هؤلاء مجرد أدوات، والوعي ولما يكون هنالك إرادة ولا يكون لهم مشروع ويكون لهم هنالك خطة لخدمة البلد، لكن كما قلنا وقررنا وهذا واقع. لكن دكتور هؤلاء بالنهاية يقدمون أنفسهم هكذا، على أنهم ممثلين لمكون من الشعب العراقي، أنهم جاءوا مدافعين عن مظلومية ناس. الآن هذه السياسة أنتجت قوافل مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقين في العراق بسبب هذا التدخل والزج في هذه الصراعات. فإذا نظرنا إذن إلى الواقع وأن نقارنه بهذه التصريحات وما يعلن هؤلاء، سنجد أن هذه الميليشيات اليوم هي الأساس الداعم والركيزة الأساسية لأولا مساندة هذه الطبقة السياسية، وهي أكبر أداة من أدوات تنفيذ المشروع الإيراني. وربما نستطيع أن نلخصه بثلاثة محاور لتنفيذ هذا المشروع الإيراني عبر هذه الميليشيات. أولا في اليمن، والآن هذا خير مثال ما عرضته القناة قبل قليل، الولائي أو أبو ألاء الولائي. نعم. هذا صريح، لكن هنالك أيضا هنالك دعم للحوثيين في اليمن في حربهم ضد الشعب اليمني وضد المنطقة إعلاميا وسياسيا ودينيا، وهذا مثال من الأمثلة. أما في سوريا
العراق أصبح أولا ممرا للمقاتلين من أفغانستان ومن إيران وللأسلحة الإيرانية التي تصل إلى سوريا ودعمها، وأيضا الميليشيات العراقية التي تذهب تقاتل هنالك وترجع بطوابير التوابيت العراق. ثالثا الميليشيات أيضا بدأت تنفذ تهديدات خارج العراق، يعني اليوم نحن نرى وسمعنا خلال السنوات الماضية هذه الميليشيات تنفذ نوع من السياسة الإيرانية خارجيا عبر تهديدات الساسة أو عفوا عبر تهديدات قادة الميليشيات. رأيناهم يهددون السعودية والبحرين وحتى تركيا، ولو نظرنا إلى هذه التهديدات قصفوا مخافر وموانئ في السعودية والكويت، ولو نظرنا إلى هذه التهديدات فإننا نراها تتماهى مع السياسة الإيرانية حتى في التوقيتات. يعني هؤلاء الميليشيات ليس فقط بينهم وبين هذه الدول على فرضية أنه عداء، بل نرى تهديداتهم هذه تتوافق مع التوقيت الإيراني حينما تحدث هنالك مشكلة. فإذا أصبح العراق ساحة لهذه المرور الإيراني لتنفيذ هذه الأمور، ومن الذي يجنيه؟ الشعب العراقي، فضلا عما ذكره الدكتور قبل قليل الأستاذ وليد والدكتور رافع من الفقر والنتائج السلبية اقتصاديا وفقدان الأمن. الشعب العراقي هو الآن لو تحسب الآن أعداد الضحايا الذين يقتلون بسبب هذه الحروب المتعددة، فإننا نرى الرقم الأكبر هم من أبناء الشعب العراقي تحت مظلة الطائفة. فإيران أيضا أؤكد هنا على ما ذكره الأستاذ وليد، إيران تتخذ الطائفية أو الطائفة عباءة تتستر بها لتنفيذ مشروعها الإيراني. حتى أن القيادة السابق في حزب الدعوة غالب الشابندر قال إذا بقت إيران تستخدم شباب الشيعة في صراعاتها وحروبها فإن مقبرة النجف ستبلغ إلى السماوة. وفتحوا الآن فتحوا مقبرة جديدة بظل هذه السياسة، يعني هذا الإنجاز الذي أنجزوه وهو افتتاح مقابر جديدة لأبناء الشعب العراقي. نعم. دكتور رافع، في ضوء هذا التصعيد الآن على الأقل سياسي وإعلامي بين إيران والقوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الاقتصادية، وهناك أيضا تهديد أمريكي لكل الشركات ولكل الدول التي تستورد نفطا إيرانيا، سيكون طبعا حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني، هل تتوقع أن هذه الطبقة السياسية التي ربطت العراق بهذه العلاقة المصيرية بإيران أن تراجع نفسها، أن تراجع هذه السياسة، تراجع ربما السياسة على الأقل في مستواها، في هذا المستوى حتى لا يكون العراق ضحية لمغامرات خارجية ولمصالح غير عراقية؟ ربما أستاذ ماجد حتى في صناعة فن الفكاهة في العالم، في السينما، في المسرح، في الرواية، في كل شيء يعتمدون على التناقضات. نعم. متناقضات بين ما تحدثني عن مضحك ومبكي في نفس الوقت، لأن التناقضات غريبة عجيبة. أمريكا تعادي إيران بهذه الطريقة لكنها تقف مع حكومة وميليشيات وقوى مدعومة ومؤسسة وملك إيران وتتحرك بإرادة إيرانية، وهذا الشيء نفسه ينطبق على بعض العرب من يدعون أنهم يقفون بالضد من إيران والسياسة الإيرانية ويواجهون إيران في ساحات معينة ويضعون أيديهم بأيدي هذه الحكومة وميليشياتها وقواها ويدعمونها ويدعمون مشروعها السياسي ويقفون معها ويقفون حتى ضد من يناهض هذه العملية السياسية والمشروع السياسي وكل هذه القوى. هذه غريبة الحقيقة، هذه التناقضات تخلق حالة من ما يسمى المضحك المبكي في نفس الوقت، لا تعطي يعني حقيقة لا تعطي مصداقية لما يحصل. أنت تحدثني عن أن أمريكا تعادي إيران، يعني لدي شكوك في هذا في هذه القضية. تحدثني عن معادات أطراف عربية لإيران، أشك في هذا الموضوع، لأن الساحة العراقية معيار لهذا الموضوع. هذه القوى تعلن ليل نهار أنها وفية ومخلصة لإيران وتعمل منذ 15 سنة لصالح المشروع الإيراني، وهي مخدومة إيراني، وإيران هي من تؤلف التحالفات قبل الانتخابات وتقود الانتخابات وتحدد أعداد الكراسي والقوى التي تفوز بها وتشكل الحكومة طوال هذه السنوات، وبالاتفاق ربما مع الشيطان الأكبر ماشي
لكن بالتالي إيران هي من تتحكم بكل هذه القوى، والآن كل القوى التي على الساحة هي مدعومة إيرانيا، ومن ليس له ضوء أخضر إيراني لا يستطيع أن يعمل على الساحة السياسية العراقية أو الاقتصادية العراقية أو الاجتماعية العراقية، هذه حقيقة. فكيف يمكن لإيران، لأمريكا ولقوى خارجية أن تعادي إيران في نفس الوقت ونتحدث عن قوى حكومية يمكن أن تفك أواصر؟ وهذه نقطة مهمة، هذا جيد، هذه نقطة مهمة، هل تستطيع أن تفك هذا الارتباط؟ أبداً. نسأل ضيفنا في عمان يعني في الدقائق الأخيرة أستاذ وليد زبيدي. أستاذ وليد، بتقديرك هل القوى الطائفية التي ربطت العراق بهذه العلاقة العقائدية الطائفية لأسباب أخرى تستطيع أن تملك قرارها وتفك هذا الارتباط من إيران؟ يعني هناك حقيقة كثير من المؤشرات سياسية واقتصادية على أنه ثمة تصادم قد لا يكون عسكري بين إيران وقوى غربية وأيضا أطراف عربية موجودة في المنطقة، وربما يتطور الأمر إلى صدام عسكري في ضوء هذا الحصار النفط الخانق الذي سينفذ في 24 ثانية وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز. هل هذه القوى ستذهب أيضا، تذهب بالعراق مع إيران في هذا التصادم مع العالم جميعا؟ يعني أعتقد بأن جميع العاملين، ما يسمى العملية السياسية وأجهزتها الحكومية المختلفة، ليس لديهم الإرادة وبالأساس ليس لديهم الرغبة وليس لديهم مشروع. يعني تعرف حضرتك مشاهدين الكرام أنه بناء دولة يقوم على مشروع برؤية وبكفاءات وبإخلاص وبتفاني. هؤلاء ليس لديهم هذا كله، يعني جيء بهم ووسعت دائرتهم تحت أولا أن تكون الحماية والتوجيه إيراني، وهذا لا يستطيع أحد إنكاره. الثاني أن تكون لهم منافع شخصية، هذه المنافع الشخصية ظهرت بمليارات لم تحصل من السرقات في العالم، مقابل أن يكونوا ينفذوا ما يطلب منهم. ولهذا بالمناسبة يعني منذ عام 2005 بعد انتخابات لنقل 2005 شهر 12 كل من دخل العملية السياسية وحتى الآن يدخل أن يصبح ذيل لعوائل وكيانات تخدم بالأساس ما تريده وتأمر به إيران. فليس هناك إمكانية حتى ولو واحد من ألف أن تكون لهؤلاء إرادة للوقوف بوجه على الأقل قاسم سليمان، يعني لا أتحدث عن المرشد الأعلى وغير ذلك. فالأمر واضح وكل ما يجري في العراق هو لخدمة ما تريده بحران. أشكرك الأستاذ وليد الزبيدي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا كنت معنا من عمان عبر سكايب. دكتور عبد الحميد العاني، هذه القوى التي ألحقت العراق بإيران، إيران الآن دولة معزولة منبوذة، هناك أيضا عليها عقوبات وربما حصار اقتصادي، هل تستطيع هذه القوى أن تقنع الرأي العام في العراق بأخلاقية الوقوف مع إيران وأنها مظلومة وأن العراق لابد أن ينصر إيران بوجه هذه القوى التي تستهدفها؟ ثمة سهولة في إقناع الرأي العام بهذا؟ لا، هم لا يهمهم الرأي العام، وإنما هم يهمهم مصالحهم، وقد أعلنت قادة الميليشيات العراقية عن موقفها ذلك عمليا وقوليا. يعني العامري قاتل وغيره طبعا قاتل مع إيران ضد العراق، ونقول ضد العراق ليس ضد حكومة سابقة وإنما ضد الشعب العراقي في حرب دامت 8 سنوات ضحيتها أبناء الشعب العراقي. وقال قادة الميليشيات لو حدثت الآن حرب جديدة بين إيران وعراق فإنهم سيقفون مع إيران. ماذا جنى الشعب العراقي من جراء هذا كله اليوم؟ جراء هذه السياسة، سياسة هؤلاء الذين يدعون الثوب الطائفية وغيرها، ماذا جنى الشعب العراقي من وراء كل ذلك؟ أصبح العراق سوقا لأكبر سوق للمنتجات الإيرانية، وأكثر المنتجات الإيرانية أو العراق يستورد هو من إيران كما أشرنا قبل قليل، ووصلت حجم التبادل التجاري أو السوق العراقية أكثر من 12%، وصرح قادة البلدين الاقتصاديين أنهم يطمحون أن ترتفع إلى 25 مليار أو 25% أو 25 مليار عفوا حجم التبادل التجاري، يعني المقصود به استيراد. ماذا جنى العراق غير ذلك؟ غير البضائع الفاسدة، أصبح العراق للمخدرات ممرا للمخدرات ومستهلكا للمخدرات الإيرانية. أصبح العراق يعيش في فقر شديد، خاصة
أبناء الجنوب الذين تدعي إيران تتباكى على مظلوميتهم الطائفية، وفي حقيقة الأمر اتخذت الطائفة مجرد غطاء لتنفيذ مشروعها واتخاذ هؤلاء أداة من أدوات تنفيذ مشروعها داخل العراق وخارج العراق. الشعب العراقي أظن اليوم بات على وعي، وليحل اليوم في السنوات الأخيرة في الأيام الأخيرة بتنا نسمع من أبناء الشعب العراقي تعالت أصواتهم في أيام سابقة كانوا يخافون من هذا. اليوم إيران تلعن بشكل صريح من غير خجل ولا خوف، وإن شاء الله يكون اليوم الذي يتحرر فيه العراق من جميع أنواع الاحتلال. شكرا. إذن في الختام نشكر ضيوفنا هنا طبعا في الاستوديو، الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كان معنا من عمان الدكتور الأستاذ وليد الزبيدي الكاتب والباحث السياسي، ومعنا أيضا دكتور رافع الفلاحي الذي ننتظر أن يمدنا بخلاصة النقاش بعد هذا الفاصل القصير. إذا دكتور، منذ عام 2003 ونشوء ما يسمى بالعراق الجديد، هذه القوى خاصة القوى الحكم الطائفية ارتضت ربط العراق بهذه العلاقة الغريبة والشاذة أو التابعة كما جرى في النقاش مع إيران. قوى الحكم إخفاقات هائلة في الداخل، والذهاب بالبلد وأهلي في صراعات إيران، صراعات خارجية مع المحيط ومع العالم. يعني هل ثمت حصافة سياسية، حكمة سياسية؟ ما الجدوى من كل ذلك؟ لا حكمة ولا حصافة ولا جدوى من ذلك سوى ضعف العراق والعراقيين. لكن بالتالي أريد أن أقول، وهذا يعني ما جرى فيه النقاش الآن وما توصلنا ولا يعني ما توصلنا إليه ربما في حديثنا، أن الشعب العراقي في النهاية بعد 15 سنة من هذه الكارثة، من هذه العلاقة الشاذة مثلما يعني وصفتها، وهي حقيقة وصف دقيق، بعد كل هذه السنوات سيسأل نفسه يعني المعيار الأساسي في العلاقة حسابات المتحقق من حسابات الشعارات. يتحدثون عن المظلومية والثورات والمذهب، وبالتالي لكن حسابات الواقع، حسابات الواقع قتلى، مئات الآلاف من القتلى، ملايين من الجياع. هل ثمة شعب آخر من أكثر مظلومية من الشعب؟ مشردي جياع، فقراء، جوع، يأكلون من المزابل، بالتالي ثروات تحت أرجلهم تذهب إلى الغير، زراعة خربت، مدن خربت، الحياة كئيبة تمضي ببطء وتذهب بهم إلى الموت، مقابرهم توسعت، حياة آفاق الحياة كلها أغلقت. فبالتالي حسابات الواقع غير حسابات الشعارات، شعارات المظلومية وإيران الصديقة وإيران الوفية وإيران التي تناصر المذهب. كذبة كبيرة. بعد 15 سنة أنا أعتقد أن الشعب وعى هذه الحقيقة. هذه الطبقة السياسية اللي قايدة العراق الآن بإرادة إيرانية إلى الخراب، إلى الضعف، إلى الوهن. أشكرك. ستخسر كل شيء لأنها ستخسر رصيدها في الشعب. الشعب لن يستطيع أن يساند هكذا قوى تريد له أن يذهب إلى الهاوية هو وكل مستقبله، حاضر ومستقبله. أشكرك دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.